اهلا بحضراتكم من جديد. على طول الاهلي استأنف تدريباته، لان النهارده في تدريب خفيف لمجموعه اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس امام المولين العرب، وما فيش وقت خلاص عشان عندك مباراتين في وقت قصير جدا، مباراه سيراميكا يوم الاربع باذن الله على ملعب المولين ايضا، ومباراه مؤجله اخرى هتتلعب يوم السبت في مدينه الجونه مع فريق الجونه اللي كسب امبارح فريق الداخليه بهدفين مقابل لا شيء. بالتاكيد كل التفاصيل هنعرفها من خلال زميلنا كريم احمد اللي موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيره قبل بدايه المران الاساسي للاهلي عقب مباراه الامس. كريم مساء الفل، اخبارك واخبار الفريق؟ اكيد في محاضره دلوقتي، يعني اخر الاخبار عندك والاجواء من ملعب مختار التتش بالجزيره. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد يا محمد، يعني بدون راحه النادي الاهلي بيواصل استعداداته لبطوله الدوري العام، وتحديدا مباراه سيراميكا، مباراه يعني لها حسابات خاصه جدا. وواضح اكيد مستر كولر يعني في هذه اللحظات في محاضره فنيه، اكيد الراجل بيتكلم طبعا على كل الاخطاء اللي حدثت طبعا في المباراه الاخيره والقادم، وبالنسبه لمباراه سيراميكا يمكن يعني كان محدد ليه التدريب يكون في تمام الخامسه، لكن احنا متعودين اما بنخش التيتش ونلاقي التدريب اتاخر شويه بنكون متاكدين ان يمكن في محاضره مطوله وفيها فيديو وفيها امور عديده جدا. بنتمنى يكون في استيعاب كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، لان انت عارف يا محمد يعني المباريات المؤجله بتكون مهمه جدا، وتحديدا سيراميكا والجونه ومباراتين كمان جايين ورا بعض، فعشان كده محتاجه كل التركيز من لعيبه النادي الاهلي. الثلاث نقاط ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي المباراه الاولى، ولكل حدث حديث في مباراه الجونه. يمكن كانت مكاسب عديده جدا في المباراه الاخيره بعيدا عن النتيجه، المشاركه الكبيره جدا لاكبر عدد من اللاعبين. تعرف يا محمد يعني المستوى ما بيكون ثابت بالنسبه للمدير الفني او الراجل، ما بيلاقيش ان في فروقات كبيره جدا بين اللي بيشارك بصفه مستمره او اللي بياخد على فترات، اكيد بتكون مرضيه بشكل كبير جدا للجهاز الفني. شفنا الحقيقه تالق طاهر محمد طاهر كوكا الحقيقه بيأدي اداء مميز جدا، محمد هاني الحقيقه كان متالق، كل اللعيبه اللي ما بتشاركش عبد القادر الكل الحمد لله، شوبير، كل اللعيبه اما بتاخد فرصه عارفه قيمه المباريات وعارفه قيمه المرحله الحساسه جدا دي، الوقت وتلاحم المباريات بيخلي كل لعيبه النادي الاهلي عندها الشغف الكبير والرغبه الكبيره ان هي تكون متواجده في التشكيل. الراجل بيحاول ان هو يعمل روتيشن، شفنا عدد كبير من اللعيبه غاب عن المباراه الماضيه، لكن باكد لك هيكون متواجد كل من الشناوي ومعلول والشحات اكرم توفيق مروان عطيه يكونوا متواجدين بمشيئه الله من خلال طبعا التدريب اليوم، بكره يكون راحه، بعد غد يكون تدريب، يكونوا متواجدين بكل قوه ان شاء الله في قائمه مباراه سيراميكا كليوباترا. يمكن طبعا عايزين يعني نتكلم على الاصابات او يمكن نطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله اللاعبين وتحديدا عمرو السوليه. يعني اقدر اقول لك عمرو السوليه بنسبة كبيرة ممكن ما يكونش متواجد يا محمد في مباراة سيراميكا، لكن الراجل هياخد الجرعات التدريجية بالنسبة للتدريب الجماعي، وده أمر مهم جدا. الخلفية وكانت من الدرجة الثالثة كان أمر صعب شوية، لكن في تأني زي ما بنقول من الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي على الدفع بأي لعيب في ظل الضغط الكبير جدا وفي ظل المباريات الحساسة. فالسولية إن شاء الله بإذن الله تكون جاهزيته بمشيئة الله خلال الأيام القادمة للاستفادة بيه مع فريق النادي الأهلي. استمرار غياب كهربا طبعا محمد للإيقاف طبعا رضا سليم بنقول له الف سلامه، يعني اصابه صعبه جدا طبعا وفي توقيت صعب اثرت بشكل كبير جدا على اللاعب، ثلاث شهور يعني فتره كبيره جدا محمد على اللاعب، لكن يعني زي ما بنقول الاصابات بتكون يعني كلها من عند ربنا سبحانه وتعالى، بنقول له قدر الله ما شاء فعل ويعود ان شاء الله باذن الله رضا سليم يشارك مع فريق النادي الاهلي خلال المباريات القادمه. لكن الحقيقه الفتره مطوله شويه، ثلاث شهور صعبه شويه محمد، ويمكن كمان متولي بيواصل التاهيل. لكن بعيدا طبعا عن كل هذه الاسماء، كل جاهز النهارده زي ما انت عارف، استشفى لاعبي النادي الاهلي المجموعه اللي شاركت فيها المباراه، وهتكون جرعه تدريبيه كامله لكل اللاعبين اللي ما شاركتش في المباراه الماضيه. بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، بنتمنى مستر كولر يكون عنده قراءه جيده جدا لفريق سيراميكا، لان انت عارف يا محمد يعني المباراه الاخيره مباراه بيراميدز وظهور سيراميكا بشكل مميز جدا بيتطلب منك تركيز كبير جدا في مباراه على استاد المقاولين العرب. النادي الاهلي بيأدي اداء مميز جدا على استاد القاهره، لكن المقاولين يعني مش هنتكلم على ارضيه الملعب، لكن بيكون في صعوبه شويه للاعبين، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تقدر تتفادى كل الاخطاء الفنيه اللي حدثت في المباراه الاخيره، ويكون مباراه سيراميكا مباراه جيده تستعيد النادي الاهلي انطلاقته من جديد ويواصل الانتصارات يا محمد بشكل كبير في بطوله الدوري العام. طيب كريم، انت قلت بصراحه يمكن تفاصيل كتير جدا من اللي كنا عايزين نتكلم عليها، ولكن سؤال بسيط واخير، هل النهارده التدريب سيشهد وجود عدد من لاعبي قطاع الناشئين في ظل ان تدريب الامس في ظل الاهلي كان مشغول بمباراه، كان في تصعيد لست لاعبين من قطاع الناشئين تدريبات تخصصيه، هل ممكن نشوف حد منهم النهارده في تدريب الفريق الاول، وهل ممكن نشوف تراي ماتش للمجموعه اللي ما شاركتش في مباراه امبارح، ولا تدريب فقط؟ لان انا شايف ادوات التدريب كلها الجهاز الفني وضعها في الملعب خلفك.
بالتاكيد يا محمد، هو سؤال مهم جدا، مش هنقدر نقول ان هو تراي ماتش، على قد ما احنا هنقدر نقول ان في اخر المران هتكون في فقره يعني تدريبيه قويه، منها تقسيمه يعني في ثلثين الملعب زي ما بنقول، لان انت عارف يعني بكره راحه، ودي الوقت يعني مسبب ازمه شويه لمستر كولر. الراجل بيحاول ان هو يريح كل اللعيبه، وبيحاول ان هو يدي جرعات تدريبيه لبعض اللاعبين، لان المجهود كبير يا محمد. انت عارف مفيش راحه، بتبدا تتدرب، بتاخد يوم راحه، بتحاول ان انت تستعيد قواك الذهنيه والبدنيه والفنيه، وبتبدا تخش بدوافع جديده. لكن يعني بالشكل العام وبشكل المعدات الادوات اللي متواجده في ملعب مختار التتش، يعني ما نعتقدش ان يكون في تقسيمه بطول الملعب، لكن من الواضح ومن خلال معلوماتنا ان في اخر المران في عدد اكيد مصعد من قطاع الناشئين لسد يعني نقول العدد، لان انت كل اللعيبه اللي هتأدي الاستشفاء خلاص هتشارك ربع ساعه او 20 دقيقه، وبعد كده تبدا تدخل للريكفري. طبعا انت عارف يا محمد هذا الامر بيكون مهم جدا، وتحديدا مستر كولر بيكون مأكد عليه، لكن اللي معودنا عليه ان هو في كل مباراه بعد المباراه بيحاول ان هو يشارك اللعيبه، لان حسيت المباراه مهمه جدا. عارفين طبعا ان التدريبات مختلفه عن المباراه، لكن في ظل ضيق الوقت مفيش حاجه قدامه غير ان هو يحاول ان هو يعمل تراي ماتش مصغر جدا في التدريب، فيا رب يكون في استفاده كبيره جدا من كل اللعيبه اللي هتشارك سواء في التراي ماتش او في الجرعه التدريبيه يا محمد النهارده بشكل كامل. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي من ملعب مختار التتش بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات قبل مباراه سيراميكا والاستعداد عقب مباراه المقاولين العرب.